وجدنا ان في هذه المرحله ان احنا ناخد مجموعه من القرارات واللي انا يمكن هعلنها لحضراتكم الان، وهذه القرارات ان شاء الله هنبدا في تطبيقها اعتبارا من صباح غدا الاربعاء وهتستمر لمده اسبوعين. اول قرار في هذا الموضوع هو حظر حركه المواطنين على كافه الطرق العامه اعتبارا من الساعه 7 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي. انا باكد هنا ان هذه القرارات اللي هنعلنها هي مداها الزمني هو اسبوعين. القرار الثاني ان بالتوازي مع حظر حركه المواطنين طبعا هيتم ايقاف كافه وسائل النقل الجماعي العام والخاص لنفس الفتره من الساعه 7 مساء الى 6 صباحا، وبالتالي ده يسري على كل الوسائل النقل اللي بيبقى فيها تجمع لعدد من المواطنين سواء عام او خاص. الجزء الثالث والماده الثالثه ان ستغلق ابتداء من الساعه 5 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي امام الجمهور كافه المحال التجاريه والحرفيه بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجاريه او ما نطلق عليه المولات. سيكون مواعيد عملها من 5 مساء الى 6 صباح اليوم التالي مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت. يبقى كل هذه المحلات هتبقى بتشتغل 5 أيام في الأسبوع من 5 مساء إلى 6 بتغلق من 5 مساء إلى 6 صباح اليوم التالي، ويومي الجمعة والسبت هو إغلاق كامل. وكل ده هدفنا عشان نمنع تجمعات وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين.